جهاز المحاكاة لعلاج الإشعاعي رباعي الأبعاد هو من أحدث الأجهزة في دولة الإمارات، إذ يساعدنا هذا الجهاز على متابعة الورم أثناء التنفس ورصده في الوقت المناسب، ولقد أحدث نقلة نوعية كبيرة جداً في علاج الأورام بالأشعة. يستخدم جهاز المحاكاة لعلاج الإشعاعي في تحديد الورم السرطاني لعلاج سرطان الثدي الأيسر، إذ أنه يقلل من وصول الأشعة للقلب، ويستخدم أيضاً في علاج سرطانات الرأس والرغبة لوجود عدة أعضاء في مساحة محدودة وضيقة. كما يستخدم جهاز المحاكاة للعلاج الإشعاعي في علاج سرطان الرئة، حيث يأخذ التنفس بعين الاعتبار ويواكب حركة الورمي مع التنفس حتى يتم تقليل الأشعة لباقي الرئة وتجنب الكثير من المضاعفات. نحن هنا من أجلكم لتقديم أفضل علاج ممكن باستخدام أحدث الأجهزة الطبية.